السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم طلاب اولى، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يونت 7 بيتكلم عن حاجه اسمها ايه بقى؟ هيلث اند سيفتي. يعني ايه هيلث؟ سيفتي. اول حاجه عشان انت تعطي ادفايز، نصيحه. امال بالسي نصيحه والاس معناها ايه؟ ينصح. عشان نعطي نصيحه، انا عندي السبجكت اهو الجميل، وهدي له بقى طريقه للنصيحه. واول طريقه عندي وهي كلمه شد، واهم واحده فيهم. اسمع شد، ويجي بعدها الفيرب ايه؟ انفينيتيف في المصدر. اسمع تاني. سبجكت، سبجكت، شد، انفينيتيف، فاعل شد والمصدر. فاعل شد والمصدر. اسمع تاني. فاعل شد والمصدر. يلا مع بعض. عايزك تنصح واحد ان هو يذاكر، هتقول له يو شد ستادي، ولا ستاديز؟ ستادي. يو شد ستادي هارد، يجب ان تذاكر جيدا. اسمع تاني. يو شد، يو شود، يبقى فاعل وبعد كده شود. الفيرب انفينيتيف. يلا صلح معايا الجمله دي يا يوسف. يو شود بلاي تنس. تقول لي يو شود بلاي. يو شود ايه؟ بلاي. طيب صلى على رسول الله. يو شود تو ستادي انجلش. فاش تو شود المصدر، مهم قوي دي. طيب انا ممكن اقول ايه؟ اقول اوت جي اتش سايلنت. اوت تو. اسمع تاني. اوت تو. اجين. اوت تو. اوت تو. اوت تو. تاني. اوت تو. يبقى شود معناها ينبغي ان، ينبغي واوت ينبغي ان. ايه الفرق بينهم يا زياد؟ ايه الفرق؟ انا بسالك، مش عايش معاك اصلا صح؟ مش مركز انا بقول ايه. ايه الفرق بينهم يا كريم؟ شود بيجي معاه مصدر على طول، لكن اوت لازم تو المصدر. لازم تو ليه؟ والمصدر. اسمع تاني. يبقى ايه الشاطر يقول لي بقى؟ اول طريقه، انا لو عايز اشيل هنا يا زكريا في الجمله دي شد واحلها بطريقه تانية، اقولها ازاي؟ اشيل شد دي يا مستر واقول ايه؟ يو او تو ستادي هارد. اجين. يو او تو ستادي. يبقى اول طريقه. تاني طريقه. تالت طريقه. يو هاد بيتر. من الافضل ان، يلا مين الجدع يقول لي بقى؟ يو شد ممكن اشيلها واحط ايه تاني؟ او تو. او ممكن احط ايه؟ هاد بيتر تو ولا بيتر بس؟ طب ركز معايا بعد كده. يبقى شود او تو هاد بيتر. اول ورايا اي ادفايز يو تو. انصحك ان. اسمع. اي ادفايز يو تو. ماي ادفايز تو يو از تو. نصيحتي ليك ان تفعل كذا. ماي ادفايز تو يو از تو. اتس اتس. تقول لي بقى اتس ايه؟ اتس نيسيسري تو. اسمع تاني كده. من الضروري ان. اتس نيسيسري تو. يبقى ايه يعني؟ ايه نيسيسري؟ يعني ايه ضروري؟ اتس ا نيسيست. خلي بالك معايا بقى. يبقى لما اقول اقول من الضروره، بس ضروره الالزام دي انا اخدها دلوقتي كمان شويه في ماست. اتس نيسيسري، اتس نيسيسري. طب اتس بيتر تو. يعني ايه اتس بيتر تو؟ من الافضل ان. طرق كتير قوي بس ركز معايا اقولهم في شد. مين الجدع يقول لي بقى الجمله دي كده؟ لما بقول لي هنا يو شود ستادي هارد، نقف لحد هنا كده. You should study English. يجب أن تذاكر إنجليزي. مين الجدع يشتغل معايا؟ You should study إيه؟ English. English. طيب أنا لو عاوز هنا أبتدي أنفي الجملة بتاعت should، أقولها إزاي؟ shouldn't. أحط نط، الموضوع خلص. طب عايز أخليه سؤال وما أنا عاكس. Should you study English? What should I do? ماذا يجب أن أفعل؟ ده الطريقة أهو. What should I do? خلاص كده؟ طيب. لو انا عاوز بدات الجمله بقى يا استاذ ادهم بكلمه انجلش اسلام، لو عايز اقول الانجليزي اقول ينبغي ان يذاكر ولا يذاكر؟ مش هيذاكر صح؟ هيتذاكر. طب عشان اقول يتذاكر وما انا حاطط شد برضو، وبعد كده يا استاذه بس انت حط كلمه بي اللي هو الفيرب تو بي، بعد كده اجيب الفعل ستادي ده في التصريف الثالث بقى ايه؟ ستادد. مين اللي يبتدي؟ مين اللي بقى الجدع اللي يشتغل لي على الجمله دي؟ لو انا بدات الجمله بكلمه كوفي قهوه، اقول شود درينك ولا بي درانك؟ الكوفي شود درينك هتشرب؟ لا بي درانك ايه؟ هتشرب. فهمنا دي؟ يلا مع بعض. ها لو عايز اقول الدرس ذا ليسون، عايز اقول هيتقري شود ينفع اقول ريد؟ لا شود بي ريد. شود بي ايه؟ طب هيتكتب شود بي شود بي انفي هقول ايه؟ شودنت. عايز اسال اعمل ماوس. طيب لو انا عايز اخلي مجهوله ابتدي بالاوبجكت بالمفعول، يبقى انا ما انطق يا استاذه بس انت قلت كلمه فيجيتابلز الخضروات. اقول بعدها يا جماعه شود ووش ولا شود بي ووشت؟
should be washed. ليه يا جماعة؟ يجب أن تغسل. حلو قوي. بنستخدمها إيه في شد دي؟ قلنا في النصيحة العامة، الرأي، الاقتراح. أنا رأيي إنك تزور الأهرامات. ماشي. نصيحة عامة، حاجة أفضل من حاجة. يعني أنا بقول لك ده أفضل من ده. هل هيقع ضرر؟ لا. والله خدت بنصيحتي تمام. يقول لك إيه؟ You should eat healthy food. كل طعم إيه؟ You should do exercise. اعمل إيه؟ اتمرن. خلاص صح؟ You should do exercise. اتمرن. يبقى أنت قلت شد وبعد كده الفعل إيه؟ infinite. طيب رأي واقتراح، نصيحة ورأي وإيه؟ واقتراح. يبقى عندي كلمة suggest. يعني إيه suggest؟ يقترح. I suggest. مين اللي بيعمل كده؟ اتفضل اطلع بره. طيب كح يا حبيبي، كح. كويس ثواني يا جماعة، كح. كحيت؟ كاتب الكحة كده خلاص خرجت؟ الحمد لله على السلامة. ها suggest تيجي بعدها فيرب زائد I N G. فيرب زائد إيه؟ I N G. طب يقول لك I suggest playing. او ممكن اقول لك I suggest that. انا بقترح اني مثلا learn should play، يجب ان تلعب. طيب السؤال بقى، لو انا عايز اقول must برضو هجيب السبجكت بتاعي بعد كده اقول must، بعد كده الفيرب infinitive الفعل فين؟ must. مين الجدع يقول لي بقى كده يجب ان تذاكر مثلا؟ اقول ايه؟ ها you must study English. مين الجدع يقول لي بقى ايه الفرق بين must وين should؟ قال لي must دي بتيجي في الالزام. قولوا يا جماعه رايي، الزام وضروره؟ الزام وضروره. اسمع تاني، الزام وضروره. الزام وضروره. بص حتى كده اسمها ايه؟ ضروره. لازم. حتى وانت بتتكلم مع زميلك يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ انا عندي امتحان، انا لازم اذاكر. اقول ايه؟ must. الالزام ده نابع من جوايا وانا اللي عاوز اعمل كده. هقول كل حاجه هقول. ها طب نابع من جوايا، انا اللي عاوز اعمل كده. لكن should دي نصيحه تعمل بيها، ما تعملش براحتك. هسمع تاني. يبقى لازم ضرورة، انا لازم اجي في وقت المحدد بتاع الدرس، انا لازم اعمل كذا. كلمة لازم، واحد عمك مريض فتقول لي كده ايه؟ هتقول لي ايه؟ انا لازم ازوره. كلمة لازم او ضرورة حاجة انت اللي بتفرضها على نفسك انك لازم تعملها. يبقى ناخد must. ينفع يا جماعة نستخدم must في النصيحة؟ لا. ينفع، بس النصيحة تبقى strong. يعني strong قوية. يعني ايه نصيحة قوية؟ ايوة. ازاي يا عم واحد بينزف؟ فساعتها اقول له ايه؟ يو شود سي ا دكتور او جو تو ذا دكتور. ينفع اقول له يو شود سي ا دكتور؟ لا ماست. يو ماست. ليه يو ماست؟ انت لازم. ها ده في نصيحه. واحد دلوقتي لما اقول لك ايه برضه عايز انفي ماست اقول ماستنت، وبرضه تيجي في النصيحه القويه واللزام والضرر. لو جيت قلت لك ايه مثلا في التحريم او المنع او ماستنت، واحد اقول له يو شودنت ولا اقول له يو ماستنت درينك كوفي، تشرب قهوه؟ لحد هنا عادي، انت تمشي دي تمشي دي صح؟ هقول لك شود انت تشربش قهوه كتير مثلا. لكن انا جيت قلت لك يور هارت قلبك از ويك. ويك يعني ضعيف. انت هنا بقى في ضروره، في نصيحه قويه. مين الجدع يقول لي الزام و ضروره؟ نصيحه قويه. الزام و ضروره. نصيحه قويه. دعوه حره. دعوه حره. دعوه حره اللي هي اسمها وورم انفيتيشن. وورم ايه؟ انفيتيشن. يعني مش عزومه مراكبيه. لما اجي اقول لكم يا جماعه بعد الحصه يعني لو حد عايز ياكل هنجيب لكم اكل، دي دعوة حرة ولا عزومة مجبية؟ عزومة مجبية. لكن اقول لكم محدش هيتحرك بعد الحصة، كلكم معزومين على كي اف سي. دي كده ايه؟ دي دعوة ايه؟ حر. لا ده مثال، مش هعمل كده هقول مثال. ها؟ يبقى شاطر يقول لي مش حدش يشبط يعني. لا اسمع تاني بس ساعتها يو ماست. يا استاذة لو يو فيزيت، هي كلمة المرة واحدة ماشي؟ قلت لك اف يو فيزيت ايجيبت، لو انت زرت مصر، كلم واحد مثلا بره مصر، يو ماست كم اند فيزيت مي، او يو ماست فيزيت مي ان الخصوص، لازم تيجي تزورونا هنا. فزي دي دعوه ايه؟ دعوه حره. دعوه حره. ده جميل والله. انا جبت اجانب هنا في مصر والله. طب والله ما بهزر، من كام سنه قبل كده جبت اجانب هنا. هو طبعا هو يعني قعدت الناس تستغرب وتقول في المكان. لا لا مش هنا، مكان القديم تاني. وكان بيجي هو مجرد ما نزل نفع عثمان، هو بدا يسال يقول هو احنا يعني، بيقول لي كده اشرف وير از اون ذا ماب، احنا فين على الخريطه؟ قلت له لا احنا سون ذا ماب، احنا بلاد ما وراء البحر. المهم يعني الحته دي فكروني احذفها بس.
تنمر عليك. طبعا هو ما يطولش. هنجيب تاني. المهم يا استاذ قولوا رايح مصر الزام و الزام و الزام و نصيحه نصيحه يبقى نقول لك حاجه obligation strong advice warm invitation دعوه حره او قوانين عامه. قوانين ايه؟ عامه. يعني قوانين عامه اقول لك الدرايفرز ماست وير لازم ان هم يرتدوا الهلمت اللي هم الناس اللي بتسوق الموتور الخوذه لكن لما اقول لك ويل سيت بيلت سوري حزام الامان وهم سايقين مش لازم ده بمزاجهم. لا سيادتك دي قوانين عامه. قوانين ايه؟ عامة. طيب يو ماست هاف ا لايسنس لازم يبقى معاك لايسنس اللي هي ايه؟ رخصه لما تيجي تسوق يبقى اسمها قوانين ايه؟ عامة. مين الجدع يقول لي بقى ماست ايه هي؟ اسمع بصوت عالي قريه ماست ماست تحيا ماست ماست هي يجب امك ايه؟ يجب ان يجب ان امال شد ينبغي ان اسمع تاني ماست الزام وان نصيحه ك دعوه قوانين ممكن تيجي امر من المتحدث للمخاطب يقول لك يو ماست كم ايرلي لازم تيجي بدري يبقى امر من المتحدث للمخاطب. طيب نركز بس على الاربعه دول. امال النصيحه العاديه والراي والاقتراح شد شطر يقول لي فاكرين بقى في شكون استفدتكم اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه مش تعملوا ومجهول وشير سبسكرايب ولو عايز كتاب تواصلوا مع السكرتيريه السلام عليكم بدات بالانجلش برضه زي شد اقول ماست بي تصريف تالت ايه استنى مين اللي فاهم يا اولاد؟ انا. نيجي بقى لحاجه اخيره اسمها هاف تو او هاز تو. وعندي نيد 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 تو. يعني ايه نيد تو؟ بتعبر عن حاجه لو انت محتاجها. نيد تو احتياج. طب هاف تو هاز تو يضطر ان يضطر ايه؟ وعكسهم خلي بالك معايا دونت او دازنت هاف تو دونت او دازنت ايه؟ طب والماضي ايه؟ هاد تو والنفي بتاعها ايه؟ didn't have to didn't ايه؟ طب هنركز على اللي فوق قوي عشان دول اكتر حاجه بيكرروا ولكن برضه have to هنا الزام خارجي بقى مش انا اللي نابع من جوايا. انا قلت لك ماست نابع منين؟ انا بلزم نفسي ان انا اعمل كده لكن have to انت مضطر انت جاي وانت جاي للسنتر بيبقى معاك كراسه متابعه فانا بقول لك حضرتك انت مضطر انك انت تجيبها. واحد هو شايلها ومخنوق بس هو مضطر. الالزام هنا اللي لازم اللي انا بقول لك لازم تعمل كده الالزام ده نابع من جواك انت ولا غصب عنك؟ يبقى اللي اسمه الزام خارجي. الزام ايه؟ خارجي. خارجي لما اجي اقول لك مواعيد المدرسه تيجي الساعه 7 الزام خارجي. انت ممكن تيجي تروح الساعه 9 والله تلبس اليونيفورم مدرستك مثلا طالبه يونيفورم وانت بقول لك لازم تيجي مش بمزاجك الالزام ده خارجي. انت لو على نفسك عايز تروح بالشبش فاهم ازاي لكن انت لازم تيجي لازم هنا الزام خارجي هاف تو هاز تو. تعالى بقى نشوف الكلام ده على ارض الواقع واحنا بنحل كده حلينا كام جمله كده مع بعض. طيب سريعا كده معايا بعد اذنك بيج نمبر 6 اللي عارف يسكت ماشي ما انا بقول اهو اللي عارفها في جزء حليناه قبل كده ماشي عايز تقول الاجابه وتقول لي ليه. يعني انا بقول لك الباسنجرز الركاب نوت كروس ذا كروس روتس هيمشوا الركاب اللي هم في عربيتهم هنا بقى بقول لك انذير كارز في عربياتهم لما الاشاره تبقى حمراء هم بقى الباسنجرز هنا نوت كروس يعبروا ماست ولا ماست؟ طب يو شود نوت فيجيتابلز شود يجي بعد الفعل قلت لي يبقى ووش. طب فيجيتابلز بي ووز. طب يو ماست ايه يور ماذر؟ يو ماست هيلب تساعد لانك انت الفاعل بعد كده يو ماست هيلب يور ماذر يجب ان تساعد امك لكن لما اجي اقول لك امك ماست ايه؟ هتقول لي بي هيلبت بي ايه؟ هيلب يعني يجب ان تساعد. يو نوت سموك تدخني ماست يا حبيبي ماست يو ماست سموك ما شاء الله هتدخلني في البيتر ستيشن ماسنت يو نوت امال ماسنت ماسنت هنا في التحريم اي ضرر هيقع عليك تاخد ماسنت اي ضرر تاخد ايه؟ ماسنت ما تقولش شودنت تقول ماسنت طالما في ضرر والله هتدخن في بنزينه هتدخن في مثلا مستشفى سيادتك هتركن في مكان ممنوع الركون فيه هتصور في منطقه عسكريه كل ده اتس فوربيدن كل ده اتس نوت الاود مش مسموح لك لما اقول لك يو ار نوت الاود انت مش مسموح ليك انك تعمل كده خلاص. طيب اللي بعده يو سبيس جو تو ذا بيراميدز تروح الاهرامات ليه شد برضه عشان نصيحه اقتراح رايي يو نوت درينك اني كوفي تشرب قهوه اتس نوت جود فور يور ويك هارت قلبك ضعيف ماسنت يلا بسمله اتس دينجرس تو درايف فاست يعني خطير انك تسوق بسرعه انت نوع تسوق بطيء شد شد درايف سلولي عشان في سلولي تسوق
You not lies تكذب. Must tell برضو. Must tell. I not obey أطيع والدي all the time. Must طبعا. To drive a car عشان تسوع عربية. الإنسان not get a license. يا راجل. لا احنا في license في الرخص الأول قلنا إيه. Must. طب you are بص you look tired. يبدو عليك إنك تعبان. I think you not a few days of تاخد أجازة. Should take لأن دكتور عشاط. You not in that river تعوم في النهر. It's a fall of crocodiles. مليان تماسيح. ليه ما بتعومش في ماشي. طب اللي بعد. It's really great book. كتاب رائع. يا لحنين. You not read it. The should. Nada not you play in the street. Must or mustn't? Mustn't. Type. Students not come to school on time. يا رب ما ينفعش انت بقى فاشله بتيجي متاخر مالهاش علاقه لكن must come on time تيجوا في وقتهم المحدد. Sally is getting fat. بتتخن. نصيحه ما تاكلش رز كتير. If you are still in Egypt لو انت لسه في مصر. You space attend my wedding. Must ليه هنا؟ عشان دي دعوه ايه؟ دعوه حلوه. يلا يا زياد. I space write to my brother اكتب لاخويا ما كتبتوش بقى لي فتره. Must. Mona's eyes عين منى are not good. أوتو لأن في آخر قال لي advise. ينفع يا جماعة ما فيش شد أصلا هو. This is military area منطقة عسكرية. Aren't allowed يعني إيه aren't allowed مش مسموح لك. We don't have much time ما عندناش وقت for the train للقطر. We إيه must. The baby is asleep. البيبي ماله نايم. And I want to do the housework. You mustn't shout صح. بنهيك انك تعمل كده. Students not forget ينسوا their teacher's instructions. ينسوا التعليمات. Mustn't برضو شطار. He suggested. قلنا suggest يقترح. Should. You not talk to your mother like that. ما تكلمش مع عمك كده امبولايت. انت مش مؤدب. Mustn't. When you come to Cairo لما تيجي القاهرة. ولما تيجي القاهرة. You not come and see us. لازم تيجي تشوفنا. Must. دعوة حرب. No one. ما حدش مسموح له يدخل. No one is. Allowed. كده فهمنا مصد وشد. طيب كده يا رب تكونوا استفدتكم. نشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. ما تنسوش تعملوا وشير وسبسكرايب للقناه. واللي عايز الكتاب تواصلوا مع السكرتاريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.